سلام، مرحبا بكم البنات. ان شاء الله راكم كامل بخير وعلى خير. الفيديو تاع اليوم راح نفصلوا روبا تاع طفله صغيره في عمر 8 سنوات. انا هنا عندي 2 مترات تاع البيي، وعندي القماش هذا تاع لولو كاتي متره و20 فيبران، وعندي سنسور انفيزيبل، وزدت شريت لها القفلات هذو شكل تاع لولو كاتي. بعد يعني انا هنا القماش راني غسلته من قبل، راح دوكا نبدا طريقه التفصيل وكيفاه نطبقوا القماش. شوفوا هنا القماش راني طبقته على ربعه وطبقناه بالطول، يعني الحاشيه تاع القماش راهي من هنا ومن هنا من الفوق. وكي يعود القماش عتبه البنات لازم تفصلوه بطريقه الطول. واش هو العتبه اللي ما يعرفوش؟ اي قماش عندك في يعني في الاسفل نتاعو ولا الحاشيه تاعو التحتانيه هكا رشمه كيما هكا تاع ميكي كيما لولو كاتي ولا تاع نسا كبر تلقاو فيه لي فلور، والفوق ما فيه ما فيهش، هذاك هو القماش اللي نقولوا له عتبه. انا دوكا طبقته على ربعه. الطول الكلي تاع الروب راح ندير فيها 88 سنتيم، راح نزيد لها 4 سنتيم حق الكفه وحق الخياطه نتاع الخصر، والباقي راح نخدم به المراوح والتبطين. انا قبل كل حاجه راح نحي 10 سنتيم من هنا. كما راكم تشوفوا المسافه بين الحاشيه واللولوكاتي راهي كبيره، والروب تاعها راح تجيها تحت الركبه. انا هنا راح نحي 10 سنتيم، ندير بها الحزام تربط به على برا هكا، ونبدا القياس تاعي من النقطه هذه، نحسب 88 سنتيم زائد 4 سنتيم حق الخياطه والكفه. شوفوا هنا معايا باه نفهمكم مليح. هذا القماش تاعي بعد ما قصيته انا حسبت بعد ما نحيت هذيك الحاشيه اللي من تحت كما قلت لكم باه ما تجينيش المسافه بعيده تاع الكفه ولولو كاتي، تجيها هكا كل عتبه مع الروب تجي زينه. من بعد حسبت 88 سنتيم زائد 4 سنتيم حق الكفه وحق الخياطه تاع الكتف والخصر، صافي هذا هو اللي راح ندير به المراوح والتبطين تاع الرقبه. راح نحي هكا بجانب. من بعد نجي عند الطرف تاعي هذا، الروب تاعها كيما قلت لكم فيها 88 سنتيم زائد 4 سنتيم حق الكفه والخياطه. الخصر هي عندها هنا 24 سنتيم، درت لها قزيت لها القياس تاعها يجيها شويه طالع، يعني الروب تاعها ما تجيش منطقه الخصر تاعها هابطه، لكن انا هنا حسبت 28 سنتيم. درت حق الخياطه تاع الكفه تاع الخصر ونتاع الكتف ودرت لها شويه زياده. من بعد هذا الجهه السفليه راح نخليها كيما راهي، مش راح نزيد ننقص فيها، راح ندير لها بها كشكشه الروب هذه، وراح تجي الخياطه في الظهر فقط، يعني الجناب تاع الروب مش راح نقصهم هكا باه نستغل القماش تاعي كامل. ما عدا هنا برك راح نطلع ندير لها هذيك التحريفه اللي من هنا باه ما تجيش الروب تاعها هابطه على الجناب. علاه هنا درت 10 سنتيم، راح نزيد نطلع لها من هنا بربعة سنتيم ونقص هذا التحريفة من هنا هكا، تعود هذه الخدمة نتاعي في الجهة السفلية، ما راح نزيد لها والو. شوفوا معايا هذا هو الطرف اللي راح نفصلوا به الجهة العلوية نتاع الأمام والظهر. انا راح نفتح القماش هكا، راح نفصل الجهه نتاع الامام هي الاولى لانها راح تكون مغلقه، والجهه نتاع الخلف هي اللي راح تكون مفتوحه ويكون فيها السحاب ولا السنسور. راح نطبق كيما هك ونبدا نحط القياسات نتاعي. هنا عرض الكتفين عندنا 29 سنتيم، تحطوا القياس تاعكم على 2 ونزيد 1 سنتيم حق الخياطه، ها هي 1 سنتيم اللي زدتها، ونحط منها اشاره نهبط بثلاثة سنتيم من هنا باه نرسم خط الكتف. تبعوا برك معايا مليح راح تفهموا طريقة التفصيل عادي. شوي بك طبشور أبيض ما يبانش، ديما ننسى نقول نجيب الألوان. هذا هو خط الكتف. هنا حطيت لكم القياس وما قلت لكمش الرقبة قده فيها، راهي فيها 6.5 سنتيم، راح تديروا 6.5 بالنسبة للطفلة عمر 8 سنوات. ها هي
بالنسبة هنا لعمق رقبة الأمام راح نهبطو ب8 سنتيم. راح تقولوا لي مخنوقة، نقول لكم لا ما هيش مخنوقة، هذه هي التفصيلة اللي نديروها في الروب تاع البنات، لأنه الروب راهي بالسنسور، يعني راح تفتحي السنسور تاعك وتلبسيها لبنتك عادي. هذه هي الرقبة تاعنا، هنا هبطنا للأمام ب8 سنتيم، وهنا العرض درنا 6.5 سنتيم. بالنسبة هنا لتحريفة الإبط لعمر 8 سنوات نهبطه ب16 سنتيم، بس أنا مش راح نهبط ب16 سنتيم، راح تجيها كبيرة لأن الطفلة ضعيفة ياسر، هذا القياس البنات راهو طفلة ضعيفة ياسر. أنا هنا راح نديلها 14 سنتيم برك، راح تجيها قد قد. نرسم خط مستقيم هكا، راح نعين المنتصف نتاعو راح يكون 7 سنتيم، ندخل منه ب1 سنتيم، ونزيد نعين المنتصف هنا هكا باه نرسمو تحريفة الإبط. نجو هنا عند دوران الصدر، دوران الصدر عندها 66 سنتيم، كما قلت لكم راهي الطفلة ضعيفة ياسر. انتم تقدروا تتبعوا القياسات نتاع الرقبة والكتفين، الفتحة نتاع الرقبة ثاني، تحريف الإبط راني عطيتكم القياس نتاع وحدة تكون بصحتها شوي، وتزيدوا في دوران الصدر والخصر. انا هنا حطيت القياس نتاعي على 4، وراح نزيد لها 1 سنتيم حق الخياطة و2 سنتيم حق الاتساع، هكا باه الروب تاعها ما تجيهاش مزيرة ياسر. بالنسبة هنا للخصر عندها 64 سنتيم، ديما منطقة الخصر تكون ناقصة على الصدر بتقريب ب2-3 سنتيم برك، لأنه الأطفال ما عندهمش بروز منطقة الصدر. هنا ثاني راح نحط القياس على 4، ونزيد 1 سنتيم حق الخياطة و2 سنتيم حق الاتساع، وندير الإشارة هنا. دوك راح نقص الشكل وراح تكون لكم القياسات نتاعي واضحة كيفاه طبقتها. هاي القياسات تاعنا بعد ما طبقناها وقصيت لكم تشوفوا الشكل كيفاه جاي. انا هنا طلعت لها ب2 سنتيم وحرفت المنطقة هذه باه ما يجوهاش الجناب هابطين تاع الروب نتاعها. انا دوكا واش راح ندير، نطبق القماش نتاعي تاع جهه الخلف ونحط فوقه تاع الامام. شوفوا معايا هنا حطيت الامام فوق الخلف، من هنا راهي الجهه مفتوحه حق الخياطه نتاع الظهر اللي راح نديروا فيها سنسور ولا السحاب، كل واحد كفاه راهو يقول. دركا راح نقص نفس الشكل ما عدا الرقبه راح تكون ماهيش مفتوحه كيما هاك. الخلف هنا راح نهبطوا فيه ب3 سنتيم، هي في القياسات اللي عندي نخدم بها جدول قياسات الاطفال ندير 2 سنتيم، لكن انا راح ندير لها 3 سنتيم، تجيها هابطه 1 سنتيم برك زياده. دوك درت لهم البطان هذا تاع الامام وهذا نتاع الخلف. دوك راح نفصلها المراوح. القماش هذا اللي قعد لي راه مفصل على 4 على الحاشيه نتاعو، من هنا هذه الحاشيه هي اللي راح نلصقها في تحريفه الابط. هنا الطول تاعها 22 سنتيم، مش راح تجيكم كبيره لان كامل راح ندير لها كشكشه. من بعد هنا راح ندخلها ب9 سنتيم وندير اشاره. شوفوا كيفاه قصيتها بالشكل هذا، انا من هنا راح ندير لها البيي ومن هنا راح تعود كشكشه. يعني خيط البطان تاع الامام، من بعد كرونتيت الرقبه وقلبت، يعني ديروا الوجه عند الوجه وتخيطوا مسافه 1 سنتيم وتقلبوا البطان تاعكم. من بعد لصقتوا بشريط الفيزلين، نفس العمليه درتها للخلف، بصح حنا تاع الخلف خليته محلول لاني مازال ما خيطتش السنسور. بالنسبه هنا للمراوح درت لهم البيي وحددتهم، من بعد من هنا راح ندير كشكشه اللي راح تلصق في تحريفه الابط. دوك راح نلصقوا الامام والخلف مع بعض ونزيدوا المراوح. شوفوا هنا راني خيطت الكتاف مع بعض وزدت لصقت المراوح وزدت غلقت الجناب نتاع الروب، بقات لي الجهه نتاع الظهر هي اللي مفتوحه اللي راح يجي فيها السنسور، وهذه الجهه السفليه راني درت لها السورجي. درك راح نخيطها، راح نفتح كيما هاك ونخيط من هنا حتى النهايه، وهذيك الزياده اللي في القماش تاع الجهه السفليه راح نديرو كشكشه.
يعني هنا تعودوا حددتوا المنتصف تاع هذا والمنتصف تاع هذا، تلصقوهم مع بعض، ومن بعد الزايد هذاك ديروا له كشكشه. هاي لاروب بعد ما كملت خيط لها الجهه السفليه هذه، ودرت لها لي بلي كما راكم تشوفوا، درت لها البابيونه هذه، وزدت البيي اللي قعدت لي بعد ما خيطتها وكملت، درت لها تور من هنا قبل ما نخيط السنسور، زيد درت لها ثلاث قفالي هذو تاع لولو كاتي كيما راكم تشوفوا. هذه لاروب خيطتها كيما قلت لكم بميطره و20 قماش تاع الفيبران، وزوج مترات تاع البيي، وتلبس طفله 8 سنوات. انا هنا لاني درت لها الاتساع درت لها حزام في الظهر، كعاد الطفله ضعيفه ما يصلحش ثاني نديرها لها تجيها قد قد مع السخانه، درت لها الحزام هذا باه تتحكم لها امها في الربطه تاعها في الظهر. ان شاء الله تعجبكم البنات، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد.